800 و400 و750 الظلمة كلها نحاهم لي وليش والبحك بحكم علي الراجل كان 150 ألف عام ونص ما خلصتيش يجوز زمانه 700 فوضعتين الزملين 700 اللي في الحاكم الحاكم تحيل علي أعطاني 3 ملايين و400 التوكيل المدلس تعرف يخدم الحكاية شنو عندي قضية في المحكمة تونس اثنين عند حاكم التحقيق تونس اثنين من وقتاش القضية هذه نشرها نشرها من شهر ديسمبر مرة ويجي مرة ويجي ما قضى لي حد شيء إلا هذه ساعة عاد بنفس طلع لي الدم بنتي راسي طلع لي هيك وربي هو ورشت ملك زعملوا فيا يا ربي عندي ايش عمل زرت منا زرت منا ما لقيتش الاخر متعايل علي ويد ويحب فك لي حانوتي عيني عينك مطب وقد الواحد فهمني شدوا فيه ولد ولد وبيع بالزطة واحد زوج كيلو زطة وشو يا اخو بنيتي يا بنيتي باش نحكيو على ظاهرة الحقيقة تعتبر خطيرة وخاصة شفناها في السنوات الأخيرة وهي ظاهرة التحيل نحكيو على برشة توانسة هم ضحايا التحيل في الإطار هذايا معنا مواطن تونسي يقول أنه وقع في فخ التحيل بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنت مواطن تونسي تحيل علي واحد على المنفذ عندي قضية تاع خروج تاع الكاري الكاري ودبو فقلت نمشي المحامي ما نعرفش القانون بنتي مشيت له هو خذا القضية من عندي كلها وخذا ما عندي تعب وتاع تبليغ وتاع كذا وبعد جاء قال لي راهو يجيب لي محامي ب 800,000 وانا ما نعرف لا محامي لا شي نعرف بعد كله. المنفذ نورمالمون الدور نتاعه يقوم بالمعاينة اي بقينا هو خدم دور عاد المنفذ ودور محامي فرد مرة تصب علي فهمتي بنتي مشيت معاه في الخط وهو حب يختار لك المحامي يعني لا هو دبر راسه للمحامي وما جابش وقابل المحامي ما نعرفش انا نعرفه كان هو بنتي بعد ما تحكم علي بالخروج ومن هنا قال لي عم المنصف جوست اعطينا المشكل معناتها شنو هو مخزن نتاع شنو المخزن هذا كبير معد للبيع المواد الصحيه كوب ودهن وكذا والشيء الاخر معد لواحد المواد البناء والراجل هذا يخدم في الدب هذايا اليوم 20 سنه ولا قداش ولا 18 سنه ولا قداش لا عنده لا باتين لا عنده معرف جيبي لا عنده حتى شيء فهمني هذوما الكل مشاش عمل انا عملت له ورقه في القباضه عقد شفاهي زراعات المنفذ هذاك عامل لصالحي قلبه لصالح الضد نتاعي على ضوء قبل ما ينقلب العدل المنفذ كما تحكي انت طبعا ينقلب عليك ويولي مع الخصم نتاعك اعطينا المراحل شنو وصلت المراحل مشينا في المراحل الكل باهي بعد ما تمينا قال عم نص تعطيني 750,000 كيف اول مره باش ينفذ علي الحكم قال لي باش نعمل مكتوب الوزارة الداخليه يعطوني قوه عامه وبعد ما المكتوب من القوه العامه فهمتي لا نصحى بايا حداد باش يكسر الكوب هذوك وما يكلم الكوب الجد وكل يوم في اليوم في غدوه عندي شاهد علي امراه موظفه في وزاره في ليلى محمد صلاح في القباضه الماليه في القباضه الماليه تاع الزور شاهد عليه عندي الكاتب تاعو شاهد عليه عندي المحامي شاهد عليه كل يوم ننفذ عليه اليوم ندفع عليه غدوه وبعد ما خذا الفلوس كل قداش على الاقل معناتها قيمه المبلغ كله كل كل مره تدفع قداش على الاقل 800 و400 و750 الظلمه كلها نحاهم لي وليش والبحك بحكم علي الراجل كان 150 الف عام ونص ما خلصتيش يجوز زملينه 700 فوضعتين الزملين 700 اللي في الحاكم الحاكم تحيل علي اعطاني 3 ملايين و400 ال 700 هذوكم اللي خذاهم حطهم غادي وما كفاش هكاك كلم رئيس المركز تاع شو اسمه سمران قال له روح قلق فيا جا رئيس المركز تاع سمران حاجه ما كفاش قال له يحب يخرجوا بالحقوق ولا شو رئيس المركز يحك حوايج ايده هنا شاكي بيه حتى رئيس المركز تفقديه راهو كركرني حاجه بنتي الواحد للمركز وقال لي صح في الواحد هو العدل المنفذ يمل وكاتب في الاوفر كراسه في نهار 17 ديسمبر 2023 فهمت هاني رئيس المركز هاني شكيت الوزارة الداخلية في الموضوع هذايا برا ويجا برا ويجا فهمتي وخسر لي رئيس المركز تمشي معاه للبيرو وتصح له مشيت معاه البيرو عطاني في موحيلك وربي اعطيني المبلغ اللي يحكم به الحاكم 700 عطاني 3 ملايين و400 700 هذوك من الباقي قال لي ما ثماش شكيت به اول مره لوكيل الجمهوريه الثاني مره لوكيل الجمهوريه بعد شكيت به لوكيل العام ظهرت مرته تخدم قال لي مرتي في سلك القضاء ما تعمل لي شيء مرته في سلك القضاء يا سيد وزير العدل راي مرته في سلك القضاء هي كتني فهمتي والراجل هذا اللي كان له المخزن متحايل علي عندي ولا اخطاء تحايل تحايل متحايل عليه عامل عشان بنتي توكيل لولده
ومصحوا في البلدية تاع القرجاني، والتوكيل هذا مضروب ما فيش حتى ورقة صحيحة. وعلى تدليس. تدليس لبنتي وشكيت شكيت ما نجمتش، وراك هي موجودة هنا، هاي لها اليوم برك، هاي الورقة. أنا عامل عريضة بنته، هذه اللي كاري الوانة بنته شادت بناتي الاثنين، عملت فيهم شر شفاية والله على غرت، هاي العريضة. اللي هذايا عياري فهمتي لاباس عليه. الحانوت تاع شد فيها باع مزقلة، شد فيها كذا ما كذا ومشد فيه الحشاش. طبعا يوم. هذه المعلومات اللي تحكي فيها مسؤول عليها راك. اي ما لا لا هذايا هذه عريضة بالله صور عاشور، هذه عريضة اللي ضربوني قدمتها اليوم، اللي هذايا فهمتي؟ اي سي اللي هذايا الكاري الوانا يحب يفك لي محلي بالسيف، والورقة هذه مدلسة، شكيت عليها بنيتي شكيت عليها ما لقيت حتى شيء. فهمتي هذه عامل قضية. التوكيل المضروب التوكيل المدلس تعرف يخدم الحكايه شنو هو؟ عندي قضيه في المحكمه تونس اثنين عند حاكم التحقيق تونس اثنين، من وقتاش القضيه هذه نشرها من شهر ديسمبر، مره ويجي مره ويجي ما قضى لي حد شيء الا هذه ساعه نطلب يعني نوصل لعندي قضيه مع عدل المنفذ تعرضت للتحايل، وعندي قضيه زاد مع المواطن هذا اللي تحايل عليه هو ولده في في وعندي ما يثبت الوراق الكل عندي يشهد عليه ربي وكتبت له شوفي شكايه كتبتها لوزير العدل وزيره العدل وزيره العدل بعدها بتبقى برا ويجي وعند الوكيل العام وعند كذا بنتي على خاطر مرته تخدم زنق القضاء قال لي ما تعمل شيء انا والبوليس هذا يدخلوا الكوميسار كركربيه انا كبيراني يا تحير ربي تحير ربي فهمت ماشي كركبيه يا بنتي دخل هو المنافس تقدم عمل له تليفون قال لي سمعنا عبد المنصور خرجت عمل له تليفون جاء هو واحد صاحبه عاون اخ شفت دخل ولا هذاك بالخزر قالوا هذا يا شو هو كلمه في التليفون جاء صاحبه اللي معه العاون الاخ قالوا سيب علي نعمل لك خزر له هذا الرئيس الملك نعمل لك وخطفني حاجه قال لي اعطيني بطاقه تعريف علاش؟ قال لي اعطيني بطاقه تعريف في الحس انا حس شنو؟ وما جيتو بطاقه تعريف خذاها من عندي قلت قال لي مشي مع النص ومشي جملة زين عندي قضيه انا على جبل نحط يده هنا في حاجه بنتي وكركني وهبطني الكهرباء تاع البوليسي غادي يدخلني في الكهرباء وسكر علي الباب. اخترج من هنا مجرم أنا نخدم 41 سنة موظف عمري ما وقفت قدام الحاكم نطلب مطلوب إلا في هذه القضية اللي كان محل الناس متحايلين الناس كذا نطلب على ربي قضية التحايل نتاع ورقة قضية تاع بلدية القرجاني بنيتي وطلب وزير العدل التدليس هذا صاير في بلدية في القرجاني في البلد وعندي ما يثبت عندي أوراق ما تثبت وهو مش هكا نطلب من سيد وزير العدل وسيد وزير الداخلية ينصف الزواول هذا يحييه المنطقة ممشى منطقة كذا فهمتي تضرب وتعدى على نفسك فهمتني الضياء علاش على حقي اليوم مرضت حاجه بنتي بالوح قالت تونسيون تاع دمنا عينيه بشعنا عملت عمليه والله العظيم بنتي ندادص حتى عملي منش حدش يعني من المشاكل هدوء اللي هذا يطلع على المنفذ على المنفذ طلع لي الدم بنتي براسي طلع لي هيك وربي هو ورش الملك زعملوا فيا يا ربي عندي ايش عمل زرت منا زرت منا ما لقيتش الاخر متعايل علي ويحب فك لي حانوتي عيني انك مطب وقد الواحد فهمتني شدوا فيه ولد وبيع بالزطة واحد زوج كيلو زطة وشو يا بنيتي يا بنيتي معمولكم من ربي وصلوا لهذه الأمانة هذه المسؤول وسيد وزير العدل وسيد وزير الداخلية ويا سي قيس سعيد يا رئيس الجمهورية يا رئيس الجمهورية راهو يقع في البلاد هذوما التحايلين في المحاكم وفي الوحدات وفي الكذا ما يعرفوش يبكر ربي وصلي لي بداية عايش بنتي وإن شاء الله فدي ربي يظل حقي أما شوفي التوكيل هذا مدلس وتعدى كيش شكيت به رئيس المركز يسكر ولده وعدها لي قضيه مهم شرشوة عدها لي المحكمه تونس الدين ونشد القضاء السريع قضاء سريع حفظها زدت عملت قضيه اخرى نشد الشرطه العدليه هذا رئيس المركز صاحب الشرطه العدليه كيف كيف فبركوالي وزدت مرتين مشيت قمت بقضيه على مسؤوليه خاصه دفعت فيها 1000 دينار امنتها لو كان انا غير الحق ندفع فلوسي وسيد حاكم التحقيق تونس الدين برا ويجي اليوم من ديسمبر نطلب من سيد وزير العدل يوجه لي قضيتي اللي هي متحيله موجوده في تونس الدين فهمني وعند حاكم التحقيق وقولوا عمك المنصف عرضنا على حصنيه لا جي كبير ولا شيء ظهروا لي حقيقي.